مشاغل فضالي موضوع. أي موضوع هذا؟ أنا ناوي الحين ناوي أتزوج. زين والله مو غلط. وأنت تعرف الزواج تكاليف. ولا تشيل ناقص منه ومنه ومنه. لا تشيل هم مرة، لا تشيل هم يا ولدي. توكل على رب العالمين، وأنا حاط لك شوية خردة ترى، كنت أبغى أسوي لك إياها مفاجأة. بعدين صندوق الزواج مو مقصر، ويا هبة الريح اللي عندي أنا بعد ما بتقصر إن شاء الله. معلي. أوكي مو معلي. زين. شو السالفة؟ شوف بوسات وحركات. شو عندك؟ شفت أمس مباراة المنتخب؟ أنا ما أحب المباراة. أخي يلعبون يلعبون بدون روح. ماشي روح، امكانيات، فريق، فلوس تندفع لهم، بس ما في. زين شو رافع ضغطك كذا؟ يا اخي ما فيك وطنيه. فينا وطنيه لكنهم لعبوا كذا، شو بتسوي يعني انت؟ يعني عندهم امكانيات، عندهم كل شيء. ليش؟ انت ليش معصب؟ خلونا نتابع الاخبار. سولفوا سولفوا شوي شوي. بس هذا فاك. ايضا بانه الامير سعود خبر عاجل. أكد بيان لدول الخليج ما عدا عمان الاستجابة لطلب الرئيس اليمني بردع عنوان ميليشيا الحوثي وتنظيمي القاعدة وداعش على البلاد. وصدر بيان لدول السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت تناول فيها بالتفصيل الأزمة اليمنية وانقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية. وفي البيان الخليجي تشديد على خطورة انقلاب ميليشيا الحوثي على أمن المنطقة، كما أكد على سعي دول الملك. أصبحنا وصف الملك لله. يا الله يا كريم يا رحيم. السلام عليكم. عليكم السلام. الوالد صبحك الله بالخير. يا مرحب. كيف أصبحت؟ مرحب. حالك طيب؟ مساك الله بخير. حسب إني مسوي لك شاي عدل اليوم. وين أمك ما صبت لك شاي؟ ما عليك أنا أمي اشتباك أنت. يعني هذا أنت مسوي لنا جديد ها؟ هذا تريقت أنت ولا بعد؟ والله بعد نهاية توني ها فاتح البوكي. ماشي خير ماشي شباب شيء. الله شو نسوي حالي هالدنيا. زين نعمة الله. يلا بسم الله بسم الله. بسم الله. والله موجود اليوم نازل إجازة. تبوني باكر الصبح عندكم؟ وين؟ إن شاء الله أمرك سيدي. باكر الصبح أنا عندك. زين زين حتى في البيت بيبقى صبار في الشارع كله يا اخي انت هات هات عندك فكنا يا اخي انت فكنا بلاك شايل الدنيا فوق راسك يا ولدي يا ابوي تو اتصلوا لي تلفون الدوام يبغوني باكر اصير مهم اليمن كفو زين شوف يا سير هذا واجب علينا بعدين الدولة يوم تطلبنا في شيء تروح ما في مشكلة شو يا ابوي نحن مو على سبة الدولة نحن بنخدم الدولة بعيوننا بس ان المشكلة حاتي اليهال العيال مسؤوليتهم اليهال شو فيهم اليهال عندي يدهم هني وعمهم موجود وبعدين مثل ما ربيتكم بنربيهم وبعدين الا كل كم شهر وبتردون بالسلامة ان شاء الله بعدين يا الوالد اذا اليوم هو يقول كذا وانا اقول كذا منو بيدافع عن البلاد صح نحن الحين وقفتنا مو شو في اليسر لا في العسر لوقف نعم نعم وما لا غير عيالها ايه نعم ونفس بقاداتنا كانوا يدافعون عن هذا ونحن بندافع عننا على خطاهم نعم نحن قدها والعيال لا تحاتيهم دامنهم عندك يا الوالد ما عليهم خوف ان شاء الله نحن بنزين ادي الواجب ورادين ان شاء الله بالنصر ان شاء الله ان شاء الله Thank you.
وقفات الديار قضوا شفنا ورجعوا للحما لين العرب دارنا بافتخار ومن شعبنا الناس تتعلم اسود الجزيرة قفات الديار قضوا شفنا نعت القيادة العامة للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم استشهاد 22 من جنودها البواسل الأبطال في اليمن أثناء مشاركتهم مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة في عملية إعادة الأمل باليمن. وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بصادق تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهداء سائلة الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته ويتغمدهم بواسع رحمته. ثم أبشركم أنهم كلهم في معنوية عالية، حبهم لشيوخهم، حبهم لدولتهم، حبهم لأمر بلدهم هو اللي يعطاهم البعد المعنوي الكبير في أنهم يحققون الهدف هذا. كذلك أنا أكد لك على شيء واحد، كل ما يستشهد عندنا أحد زادت معنويتنا أكثر وأكثر وإصرارنا أكثر وأكثر. وأنا واحد من القادة اللي أقول لك أن نحن في الميدان كل ما نسمع شهيد زاد إصرارنا أكثر وزادت معنوية أفرادنا أكثر. كنا إيد واحدة وإخواننا اليمنيين سواء من القوات اللي هي المقاومة أو قوات الصديقة، احنا طال عمرك كنا قلب واحد ودم واحد، واحنا إن شاء الله دائما للأمام. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوة المسلحة اليوم بتقديم وجب العزاء لأسرة وذوي شهيد علي حسن محمد الشحي الذي ارتقى أثناء أدائه الواجب الوطني ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة في اليمن.